الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Terus kita baca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat Al-Nas. Kami bacakan nama arwah ada tiga. Kalau kita baca surah Yasin bersama-sama. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لئن لم تهتدوا لنهلكن
وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. وغفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ومن قومه من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت منا فيحفى واحدة هم عابدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. كل لما جميع لدينا محضرون. ولكن لهم أنقط أهلينا وأخرجنا منها فمنه يأكلون. ومعها جنات من نخيل وأعناب فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. يدل لهم أن ينسلخوا منه النهار فهم مجرمون. الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها القمر والليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. آية لهم أن حملناه هم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آياتهم إلا كانوا عنها معرضين. أنفقوا مما رزقكم الله الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم ضلال مبين. يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا واحدة تأخذهم وهم يخصمون. بهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. إن كانت إلا صيحة واحدة إذا هم جميع لدينا منكرون. يوم لا
تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نحزم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعصون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ومنافع مشارب أفلا يشكرون الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم
يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء يعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قل ما إليه من ربي مؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك وعميل كلماتك كلما ذكرك ذاكرون ذكرك الخافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ربك ذكرك وغفل عن ذكرك غافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت ذاكرون وغفلنا عن ذكرك الغافلون. حسن الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا
وارحمهم وعافهم واعف عنهم
Jadikan anak cucu kami semuanya
anak-anak yang cerdik, secerdik Sayyidina Ali dan Imam Asy-Syafi'i. Jadikan mereka ya Allah anak yang berjaya, jadikan mereka orang yang berhasil di dalam pelajaran mereka ya Allah, yang sedang belajar dan sedang ujian. Bantu mereka ya Allah, mudahkan mereka supaya mereka berjaya mendapatkan nilai yang baik dalam pelajarannya. Ya Allah ya Tuhan kami, yang belum mendapatkan anak di antara yang hadir ini, khususnya nama yang dibacakan hari ini namanya, permudahkan urusan mereka untuk mendapatkan anak, seperti mana Engkau telah mudahkan urusan hambamu yang dapat anak, seperti itulah mudahkan urusan mereka. Karuniakan mereka anak lelaki atau perempuan ya Allah, karuniakan mereka anak lelaki atau perempuan ya Allah, supaya anak-anak itu dapat mendoakan mereka di dunia dan di akhirat kelak. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, yang sedang mengandung, selamatkan anak dalam kandungan mereka, selamatkan anak dalam kandungan mereka, beri kekuatan bagi mereka sehingga mereka dapat melahirkan anaknya. Ya Allah, panjangkan umur kami, berilah kesehatan yang baik bagi kami ya Allah, karena di antara kami yang hadir ini ada yang Engkau uji dengan bermacam-macam penyakit pada tubuhnya. Ada yang penyakitnya kanker, ada yang penyakitnya kencing manis darah tinggi, ada yang penyakitnya seperti restung, ada yang penyakitnya karena gangguan iblis ataupun kejahatan orang yang jahat. Maka ya Allah, semua penyakit yang ada dalam tubuh kami, seperti Engkau keluarkan penyakit dari Yasrib, seperti itulah keluarkan penyakit dari tubuh kami. Berkat makanan yang kami makan, berkat tanah dan debu Madinah ini, hilangkan semua penyakit yang ada pada diri kami ya Allah. Kami semua ingin sehat supaya kami dapat ibadah dengan baik. Kami semua ingin sehat supaya kami dapat cari rezeki untuk keluarga kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala penyakit ya Allah. Semua keluarga kami yang sakit, maka dengan kemuliaan Nabi Muhammad dan keberkatan tanah haram Madinah ini, hilangkan semua penyakit mereka, sembuhkanlah penyakit mereka di barokati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, murahkan rezeki kami, rezeki anak dan keluarga kami ya Allah, rezekikan kami dan mereka rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Lancarkan semua usaha kami dan usaha mereka selancar usahanya penduduk Madinah. Jikalau ada rezeki kami dan mereka masih ada di langit, turunkanlah. Jikalau masih dalam bumi, keluarkanlah. Jikalau masih jauh, dekatkanlah. Jikalau masih sedikit, banyakkanlah. Jikalau telah banyak, berkatilah semua harta yang Engkau titipkan kepada kami ya Allah. Karuniakan kami rezeki yang banyak supaya kami dapat berangkat ke tanah suci setiap tahun. Karuniakan kami rezeki yang banyak supaya kami dapat berwakaf dan berimpak dan bersedekah dan menolong orang-orang yang miskin. Jangan karuniakan kami harta yang banyak kalaulah harta itu bisa jadikan kami jadi orang sombong. Ya Allah, jangan Engkau karuniakan kami harta yang banyak kalaulah harta itu bisa menjadikan kami lupa diri ya Allah. Jangan Engkau karuniakan kami harta yang banyak kalaulah harta itu bisa bawa kami ke neraka-Mu ya Allah. Karuniakan kami harta yang halal yang bisa kami gunakan ke jalan-Mu, bermanfaat bagi diri kami dan keluarga kami di dunia, dan bermanfaat bagi diri kami dan keluarga kami di akhirat kelak. Jauhkan kami dari sifat sombong, jauhkan kami daripada sifat kedekut, jauhkan kami ya Allah dari segala hutang-hutang. Di antara kami yang sedang berhutang kepada orang lain, rezekikan ya Allah rezeki yang banyak supaya dapat bayar hutangnya sebelum mati. Dan orang yang berhutang kepada diri kami, bukakan pintu rezeki bagi mereka, bukakan pintu hati mereka ya Allah, supaya mereka membayar hutang mereka dengan segera. Ya Allah, jauhkan kami juga dari segala kejahatan orang yang dengki kepada usaha kami ya Allah. Jauhkan kami ya Allah daripada sifat munafik, jauhkan kami ya Allah dari kefakiran dan kemiskinan. Ya Allah, permudahkanlah juga perjalanan kami untuk balik ke tanah air kami. Selamatkan kami dalam musafir kami nantinya sehingga kami dapat bertemu dengan ahli keluarga kami. Ya Allah, jangan jadikan
Hari Usa adalah hari yang terakhir untuk kami datang ke Madinah dan Mekah. Akan tetap rezekikan kami semua yang hadir ini untuk selalu datang ke sini setiap tahun. Khususnya ya Allah, rezekikan kami semua untuk dapat buat haji pada tahun depan. Atau sebelum kami mati, rezekikan kami untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Semua keluarga kami, ya Allah, panggil mereka dengan kemuliaan Nabi-Mu ya Allah. Jadikan mereka jadi tetamu-Mu dan tetamu Nabi-Mu bulan depan. Atau tahun depan atau sebelum mereka mati, rezekikan mereka untuk datang ke tempat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah uji kami di dunia ini dengan ujian yang tidak dapat diterima keimanan kami. Maka semua ujian yang kami lalui sekarang ini, hajat-hajat kami yang kami telah niatkan pada hari ini, maka kabulkanlah Allah, permudahkanlah ya Allah, berikanlah jalan keluarnya ya Allah. Karena hanya kepada-Mu tempat kami mengadu, hanya kepada-Mu tempat kami meminta. Maka semua hajat-hajat yang kami minta pada hari ini kemuliaan Nabi Muhammad dengan kemuliaan cara suci, kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, اللهم صل وسلم وبارك عليه. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والحمد لله. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ziarah tambahan besok.